ينظم أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر صباح اليوم حملة في جامعة السويس بالتعاون مع مسؤولي وزارة الصحة للتبرع بالدم، وذلك بساحة كلية الإعلام. تأتي هذه الحملة في إطار الأنشطة الخدمية لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر، والتي تنظم عددا من الفعاليات والندوات في مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية بهدف تثقيف وتدريب الطلاب وزيادة مهاراتهم في مختلف الأنشطة.